صباح الخير يا جمالات. بتاعت مين الحاجات؟ بتاعت الست عنايات. هتعمل ايه؟ هتغير الاشاني بتاع عفش الميه. الاشاني وعفش الميه. شاطر انك قلت لي يا عم رشدي. سلام. سلام. وبني وحواض وايه كلهم لون واحد. يا حلوه وفرحان قوي كلهم لون واحد وفرحان وطاولي في وشي. انت متاكده من الكلام ده؟ طبعا يا استاذ هاني شايفاهم بعناية. طب والعمل ايه؟ العمل ايه في ايه؟ بعنايات عنايات السنكوح المقشفه المحجره دهيت لجوزها موظف على الدرجه الخامسه. تشتري قشاني جديد وحوض وبانيو وايه وكله لون واحد. وانا انا قمر بنت علي الحنفي بيه طلب وحرم عبد العزيز بيه الحنبلي المدير العام اللي مترشح يبقى وكيل وزاره بعد يومين. يومين ايه ده؟ يمكن دلوقتي حالا كمان يبقى وكيل وزاره ولا وزير. يبقى عندها حمام مقاشف بشكل ده؟ لا لا، سجل يا تاريخ واكتب يا زمن، لا يمكن يحصل ده. اتأخر قوي. تحت امرك يا فندم. ايه يا حامد اتأخرت ليه؟ ما اتأخرتش ولا حاجة يا فندم، انا كنت بقبض الموظفين. طب هات الكشف وقبضني. هات. اتفضل. فين الأجر الإضافي؟ أهو يا فندم. هات يا أخويا. بقول لك إيه يا حامد؟ تحت امرك يا فندم. ما عندكش فكرة عن أرباح السنة دي؟ سيادة الوزير لسه ما اعتمدهاش، ويمكن تتأخر لبعد العيد. طب أول ما اعتمدها تديني خبر على طول، ده أحسن. حالتي تعبانة قوي. تحت امرك يا فندم. مع السلامة. الله يسلمك. هو دي المقية من الصراف، مع العلا وعلى الانصاف هيكونوا ملك ايديك نضاف، وان شاء الله اكل انا عيش حاف. ولو الوزير عارف ان انا متجوز واحدة زي قمر كان اعتمد الارباح رأفة بيا. يا بخت وناس بلاش، ناس بتقضي حياتها بلاش تطلع تنسى. مين؟ هيكون من غيري يا اختي، انا قمر حبيبتك. اهلا 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 وسهلا. اهلا 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 بيكي. يعني اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي. قهوه يا بيت؟ لا يا اختي مالوش لزوم، انا لسه شارباه. اكيد القلق اللي احنا عاملينه ده صحاك من احلاها نوم يا حبيبتي. بصراحه يا اختي انتوا صحيتوني من احلاها نوم. اصل يا اختي كنت بحلم حلم جميل جميل قوي. قال ايه يا اختي؟ قولي خير اللهم اجعله خير. خير يا حبيبتي. قال ايه؟ قال انا لابسه فستان ابيض فابيض وراكبه حصان ابيض فابيض، وفجاه لقيت كابوس اسود في اسود بيخرم فوق دماغي. حقك عليا يا حبيبتي، اصل انا ما رضيتش اعمل العمره ديت لما العيال ياخدوا الاجازه ويخلصوا امتحانات. انت بتعملي ايه في شقتك؟ ابدا، بنعمل السباكه والاشان بتوع الحمام. يا اختي مش كنت تقولي لي ليه؟ اصل يا اختي عبد العزيز جوزي بعت يجيب لي احدث الكتالوجات للحمام الحديث من ايطاليا عشان شقتنا. يا وليه يا كدابه، عمر قلبك الاسود ده ما هيبيض ابدا. ما انتش عارفه يا حبيبتي، عبد العزيز بيه جوزي لما يحب يحط حاجه في الشقه لازم يحطها مستورده من اوروبا. اصل هو يا اختي ده بيني وبينك يعني مرشح بكره يبقى وكيل وزاره، وبعد بكره هيبقى وزير، وبعد بعد بكره هيبقى رئيس وزاره، وبعد بعد بعد بكره من عارف هيبقى ايه. يعني مفيش حد هيعرف يكلمني، ففرصتك بقى من دلوقتي تكلميني. يا ست قمر يا ست قمر، انا جوزي موظف على قد حاله، والحمام جايبينه من سوق امبابه وفرز تاني عشان رخيص.
عندك حق، ما هو الرخيص يا اختي بيجيب رخيص، وعلى راي المثل يا امي على قد الحافك مد رجليك. اديك قلتيها، عن اذنك اروح اشوف السباك عمل ايه. اشوف من نفسي ابو هيام دي الاستماره ست. انا الحق عليا، انا الحق عليا اللي وافقت اسجل الناس بالاشكال ده، هي تفرز تاني ناس مضروبه في السوق. سجل يا تاريخ واشهد يا زمن، لا يمكن يحصل ده ابدا. سوف امشي، انا هنسحب في هدوم. بقول لك يا استاذ حامد. ايوه حموده، في ايه؟ ابو العزيز بيه قبض ولا لسه؟ قبض. ليه بتسال ليه؟ من غير ليه، عشان اخد مصاريف الشهريه ده. قبض. قبض طبعا، اذنك بقى لما الحقه. اتفضل ادخل. ادي فلوس التليفون، فلوس النور، فلوس التلاجة، وقسط البدل. الطريقة دي الفلوس مش هتكفي، مشكلة. دبرني يا حمودة. مشكلة ايه يا سعادة البيه؟ ما هو بالطريقة دي حسنين مش هيقبض فلوسه الشهر ده. حسنين مين يا بيه؟ الراجل اللي اشترينا منه الغسالة الفول اوتوماتيك الشهر اللي قبل اللي فات. وحضرتك مش كنت حاجز غسالة من المعرض بتاع الشركة؟ اعمل ايه لمراتي؟ اصل فيها سيدي جارة عندنا كان عندها غسالة عادية، ربنا أكرمها وجابت غسالة فول أوتوماتيك. مراتي شمت خبر، حكمت رأيها، ربنا يعمر بيتها إنها تجيب غسالة فول أوتوماتيك زي جارتها عشان ما يبقاش حد أحسن من حد. الله يكون في عونك يا سعادة البيه. أنت كنت جاي ليه؟ جاي عشان حساب الشهر ده يا بيه. حساب الشهر ده كام؟ وأنت عارف يا بيه. طب معاك فكة 100 جنيه؟ يا سعادة البيه ما أنت عارف. خلاص فوت عليا بكرة أكون فكيت ال 100 جنيه، يلا مع السلامة. حاضر يا بيه. بحكي له مشاكل يقول لي عاوز فلوس. يا الناس ما هتجشع كده ليه؟ إلهي نجح لكم المقاصد يا ولاد، يا عفافت وعلاء، يا ولاد يا ولاد بطن. بنتي يا جمالات. نعم. سامعه الآن سامعاه؟ قصدك على صوت الديك الرومي؟ ديك رومي؟ أيوه، ما هي الست فريال جايبة ديك رومي، هتتباعوا على إيدي إن شاء الله. من إمتى فريال المقشفة ده هي تجيب ديك رومي؟ ما طول عمرها هي أختي بتاكل لحمة زينا من الجمعية. طب وأنا مالي استهاني؟ الله، بس صوته زي ما أكون هنا في الشقة. أيوه، ما هي حطهولك على باب الشقة. الله، عاوزة تفرسني عشان لما أفتح الباب ألاقي الديك قدامي يقول لي ويلكم يا قمر. إنما أبدا لا عشت ولا كنت إما فرستها. ده أنا قمر. أيوه قمر بنت علي الحنفي بيه طه. لازم افرسها. بقول لك ايه؟ اي بقول لك ايه، انزلي اندهي لي البواب بسرعه. عم رشدي؟ ايوه. حاضر، ثانيه واحده. يلا يلا بسرعه. عايزه تفرسين يا فريال يا ام عرف. انما ابدا. تكرومي؟ سجل يا تاريخ، اكتب يا زمن، مش هيحصل ده ابدا، مش هنولها لك. انت جيتي من الامتحان يا سعادة؟ خلصنا الامتحان وبقينا اخر فل. الحمد لله. رايحة فين يا جمالات؟ عندي مهمة رسمية بعتني فيها الست قمر، ولازم انفذها بالكمال والتمام. طب فين القمر منور؟ عندك جو. طيب تخلصي المهمة الرسمية بتاعتك دي وترجعي فورا. عينيا ليه؟ اصل انا ميتة من الجوع، ده انا هاكل اكل وهنام نوم. فريرة. مبروك يا اختي انك خدت الاجازه. الله، يلا روحي غيري هدومك زي ما اخوك جاي، والاكل خلاص قرب يخلص يا حبيبتي عشان تاكلوا سوا. اما انا بقى عامله لكم برنامج ايه ما حصلش هنا في البيت. عامله لكم سهره، هفرجكم على القناه الاولى والثانيه والثالثه والقناه الفضائيه والبتاع ده والسي ان ان كمان. الله، انا ما يعطلش عندي اي حاجه خالص. ايه يا ماما، بابا رايح حفله ولا ايه؟ ها ليه؟ اصل شايفاكي بتنضفي بدله كده. لا يعني انا بشوف كده عند ابوكي كده بدتين قدام كده ولا حاجه. يلا يا عفاف بقى. الله، يلا يا حبيبتي. ليه يا ماما؟ خلاص بعدين تعرفي. يلا يا حبيبتي، يلا ما تنحش كده زي ابوكي. تعالي يا عم رشدي. ايوه. نعم. بقول لك ايه؟ ايوه. خليك واقف هنا لحد الست ما تيجي. حاضر. اركب الهوا. خلصت الامتحان وبقينا في الامان. دايما كده يا سعلام ركبني الهوا، حرام عليك. انت ايه اللي مطلعك عندنا الساعه دي؟
وانت عارف اني هساعد غدا. الست والدتك عاوزاني. تبقى وقعتك من هنا طالما عاوزاك ومطلعك لحد هنا. انا وحظي بقى سعلاء. خلصت الامتحان وبقينا في الامان. خلصنا 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 خلصنا الامتحان وبقينا في الامان. خضتني. مبروك مبروك يا حبيبي. ايه ده ماما؟ ايه؟ انتي بتنضفي بدل بابا ولا ايه؟ والله هو ايه الحكايه؟ وكل شويه واحد بقى يطلع لي فيك ويقول لك هتنضفي الباب ده؟ ايوه هنضفه، ايوه هنضفه، هنضفه من الدنيا كلها خلاص؟ ماتيات؟ يلا ايه؟ يلا روح غير هدومك يلا عشان تاكل بقى. اما انا بقى عامله لكم برنامج عن الاجازه والعيد انما يجرب يهوس. ماتيات يلا يا بنت يلا ما تنحش كده. ما تنحش يا ولد. تسلميلي يا احلى ام. خلاص. طبعا احلى ام. يا فتحيه. يوه نسيت يا ستي. نسيتي ده ايه يا فتحيه؟ همشي بسرعه حطي الميه للديك خليه يشرب. حاضر يا ستي. يا نهار اسود يا ست فريال. يا ست فريال الحقي يا ست فريال. الست قمر جايبه خروف وحطاه على الباب بتاعنا ونازل ضرب في الديك بتاعنا. ايه بتقولي ايه؟ والله النهارده ما نهارها فايت. شفتي؟ اوعى كده. انت يا ست قمر هي اللي ما بتختشيش وما عندكيش دم. انا اللي اختش على دمي ولا انت اللي تختش على دمك؟ يا فريال يا ام عرف بقول لك ايه، اذا ما سكتيش هطلع لك ولا انزلي لي عشان اديك رصيه معتبره. جاتكم ستين نصيبه سكر فرز تاني. والله لا نازله لك وهوريك. شفتي؟ الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا عبد العزيز الحنبلي. ايه بتقول؟ ايه مراتي في اسم الدقي ليه؟ بتعملي ايه بس يا ماما؟ سايبه البيت وماشي يا عفاف. بعد العمر ده كله يا حبيبتي ابوك بيكرهني 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 بيكرهني. والله العظيم ثلاثة بحبها بس عمايلها دي بتخليني اكرهها. معلش يا بابا انت كبير برضه. طب يرضيك اللي هي عملته فيا؟ لا طبعا ما يرضنيش. الحمد لله انا مش غلطان. لا طبعا مش غلطان بس عشان خاطر انا عفاف. روح صالحها. صالحها؟ لا يمكن لا يمكن اصالحها ابدا. ايوه هو اللي لازم يجي يصالح. ما هو برضه اللي انت عملتيه النهارده ده يا ماما مش شويه. هو بابا عمرو دخل اسام؟ يعني انا دخلت اسام؟ ايه يا بنت عاوزين انا سوابق؟ طبعا مين يشهد العروسه؟ ما ابوكي وانت امي وست الحبايب كمان. بطلي يا وانت اجري. اوعي 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 حبيبي. تعالي عايزك دقيقه واحده. اوكي مساء الخير. مساء النور. اقول لك ايه؟ نور تهدي كده بالله بقى وتدخلي الهدوم دي في الدولاب. انا متأسفة متأسفة جدا. شوفي رغم ان انا مش غلطان انما معلش حقك عليا. يا سلام
يا سلام يا اخويا يا سلام، يعني تهزلوا قدام سكان العماره ودولهم سكان دولهم دولهم فرز تاني، وبعدين تقول لي مش غلطان. معلش حقك عليا، بس اللي انا عايز افهمه بقى، انت جبت الخروف ده ليه؟ عشان نذبحه على العيد وناكل منه والباقي نفرقه على الغلاب. ما انا جايب لك 10 كيلو لحمه، ثم مش هي دي الحقيقه. انت اشتريت الخروف عشان تغيظ فريال لانها اشترت ديك رومي. ونفرض يعني ان ده حصل، تقوم تهزقني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش؟ ليه يا عم ليه؟ عشان دخلتيني اسم البوليس. على المهم الموضوع انتهى خلاص، حقك عليا. اوعى كده. انما قوليلي، انت جبت الخروف ده منين وازاي؟ ها؟ جبت من عند بتاع الخرفان. ما انا عارف ان انت جايباه من عند بتاع الخرفان، امال هتجيبيه من عند الكوافير؟ قصدي جبت الفلوس منين؟ ابدا يعني عادي، يعني اصل هو عادي. افهم، جبت فلوس الخروف منين؟ عادي يعني انا جبته بالتقسيط من عمر افندي. الهي رحمك من هذا العذاب. افهم دلوقتي انت متنرفز ليه؟ عشان الفشخره الكدابه اللي انت معيشانا فيها، في حد يجيب خروف ويوزعه على الفقراء وهو ما معهوش؟ قوليلي دفعت مقدم الخروف منين؟ قولي. طب اوعدني انك ما هتزعل. قولي. ادي زعلت اهو. ما زعلتش، قولي. وعدتني انك ما تزعلش. قولي. قولي قبل ما تنقط. لا اهو انت زعلان اهو. مش زعلان، قولي. ابتسم وانا اهو. قولي. اهو شوف انت زعلان. اهو. اوعدني انك ما هتزعل. مش هزعل. أصل أنا؟ أيوه. بعت. إيه؟ بعت بدلتين قدام من بتوعك لبتوع الروبابيكيا. خصمك النبي ما تزعل. حد يدعي لأبويا من على قهوة. حاضر. ولا أقول لك أديني الطبنجة بتاعتك من الدولاب. شفت؟ أديك زعلت. الساعة 12 ونص، مش هتنام يا عفاف؟ الله، 10 دقايق وهخلص. الحمد لله إن بابا وماما اصطلحوا. يا عم خلاص بقى، بابا بقى متعود على المشاكل دي، تخيل إن بابا بقى موت من المشاكل. والله. الله يكون في عونه. مفيش يوم يعدي غير لما تطلع له مشكلة من تحت الأرض. سلام. أه والله. أنت لسه صاحي يا قمر؟ هو أنا نمت علشان أصحى يا بودي. ليه يا عسل؟ قلقانة وعندي توتر وقلبي واكلني. قلبك واكلك على عيال. اطمني، هينجحوا ان شاء الله زي كل سنة. عيال ايه؟ انا قلبي مش واكلني على العيال. امال ايه اللي واكل قلبك؟ انا قلبي واكلني على حمام. الحمام؟ مال؟ بلدي خالص يا بودي. بلدي ازاي يا قمر؟ ده زي الفل. ده مفيش حد من السكان عنده حمام زي حمامنا. لا يا اخوي، عنايات عندها حمام جديد، سيراميك وإشاني وصحي، كله جديد في جديد. وايه بقى اللي طلعك عند عنايات؟ لا
انا ما طلعتش لوحدي، اوعى تقولها. انا يا اخويا مش بصاصه، انا عيني مليان. هي بقى اللي نضحت عليا، عاوزه تفرسني وتوريني الحمام بتاعها الجديد. هي اللي نضحت عليكي ولا الحاسه تساتسه هي اللي طلعتك؟ بقول لك ايه يا عبد عزيز، بلاش تريقه بقى وخلينا في المهم. عندك حق، ننام احسن. انت هتنام؟ ايوه. انت هتنام وتسيبني في القهره اللي انا فيها دي؟ هتنام وتسيبني قهري وانكت في نفسي؟ قوم. وايه المطلوب بقى عشان ما تنكتيش؟ يعني حته حمام لا راح ولك ايه، بس ايه يكون مستورد من بره، الاشان والسيراميك يكون شبه بعض، والصحي كله يبقى لونه فوشيا. ايوه، وعايزه بقى الحنفيه كده لما تقرب عليها كده اهوت تروح منزله الميه لوحدها. منين؟ منين يا قمر؟ ده انت مرتبي بتاخديه كل اول شهر، زاد ايراد العماره اللي حلتنا، ده حتى الاوفر تايم اللي بشتغله عشان اغطي مصاريف الخاصه دفعناه لبتاع الخرفان. حد يجيب خروف بالقسط؟ ايه بقى اللفه دي بقى كلها، وايه الدباجه دي كلها؟ يعني ايه مش هشتري حمام جديد؟ عليكي والسنه الجايه ان شاء الله. ولا لسه هستنى للسنه الجايه، يا روح ما بعدك روح. خلاص انا هبيع حتتين الصيغه اللي عندي واشتري بيهم حمام جديد. صيغه؟ بتشتري دهب من ورايا يا قمر؟ يا اخويا من وراك ايه؟ حتتين الصيغه اللي عندي. اللي عندك؟ تقدر تقول لي انت بتضحك على ايه دلوقتي؟ ده احنا دافنينه سوا يا قمر. الصيغه اللي عندك دي قشره دهب. فرزو. ايوه اضحك يا اخويا اضحك، ما اشوف بقى مين اللي هيضحك على التاني. طب ها انا بضحك على نفسي، مع ان المفروض بقى ان انا اعيط. مخلياني دايما مديون ومفضيه جيوبي، مخلياهم انضف من الصيني بعد غسيله. ده احنا داخلنا الشهر حلو قوي، لو حافظنا عليه هنبقى احسن ناس في الدنيا. انت هتقلبها لي دراما ولا ايه؟ ما انا عارفاك تعز النكد زي عينيك، طالع للمحروسه اختك. اختي؟ انت نسيتي بقى اخوك عويس اللي عمره ما ضحك ضحكه في حياته لدرجه ان وشه فلق من نكد؟ ده انا كنت باخده اوديه مسرحيه كوميدي يقعد يعيط، وانت لا ينفع معاك دراما ولا كوميدي ولا استعراضي ولا تاريخ حتى ولا بوجي وطمطم. ولا بوجي وطمطم؟ امال ايه؟ كداب كداب يا اخويا بقى، يا اخويا بحبحها شويه بقى. هي الحكايه ايه؟ اصرف ما في الجيب، طلع اللي في جيوبك وبعتر. بعتر؟ لم نفسك، لم نفسك احسن. ولا اقول لك امشي على مبدأك ده، اصرفي ما في الجيب وما في الغيب لحد ما توقفي في اشارات المرور تقولي لله لله يا مسلمين، جوز طلعني وعايز انافق لله لله يا مسلمين. لا يا اخو يا اخو غيتت، لا انا لما هشحت هقول لله يا فندم اديني رغيف وبريز اجيب علبه بلوبيف فاشهر. لا عشت ولا كنت ومبقاش انا قمر. يا سلام قالانا قال، ان شاء الله عدويني اللي يكرهوني هم سامعيني فوق، عنايات فرزتان وفريال ام عرف. بطل حقد، بطل حقد، قلبك اسود. طب نمت عليك حيطه. ما قلتيش يا ماجده هتعملي ايه السنه دي؟ هتصيفي في اسكندريه ولا هتعملي زي كل سنه؟ يعني انا كنت بعمل ايه كل سنه؟ مش كنتي بتملي البانيو ميه وتقعدي تحت الدش ولا كنتي بتضحكي عليا؟ ده انا سامعه ان انتوا مش هتروحوا اسكندريه ولا هتشوفوها في حياتكم ولا حتى يوم واحد. افتحي الباب يا فتحي. حاضر يا ست. جبتي الحاجه اللي انا عايزاها؟ ايوه يا ماما، وجبت لك البن. ايه فتحيه، فنجان قهوه على ذوقك يا فتحيه. حاضر يا ستي. اما يا ماما غسلك البت عفاف بنت الست قمر حته الدين غيظه. ازاي عملت ايه معاكي مقصوفه الرقبه دي؟ قعدت تغزني وصاحبتها ويقولوا لي ان انت ما سيفتيش ويعايروني، ولا انت رحت اسكندريه ولا ليوم واحد. سيبني يا تاريخ، اشهد يا زمن. بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي.
ايه بقى مقصوفه الرقبه؟ وهتعمل ايه يا حصر؟ قعدت تطلع لي لسانها زي العيال الصغير، انما انا ايه ما سكتش، خليت صاحبتي ماجده تغني لها اقروا الفاتحه لابو العباس يا اسكندريه يا اجدع ناس. ولا يهمك يا حبيبتي ولا تعتلي اي هم ابدا، ان شاء الله السنه دي هنصيف، يعني هنصيف وهنغزي الاعداء. اه ده انا اكبر غيازه في المنطقه، وانا لما اقول هنصيف يعني هنصيف. بجد يا ماما؟ طبعا بجد، وسجل يا تاريخ واكتب يا زمن. وادي علاء، وادي علاء. ليه كده يا بابا؟ انسى. ما احنا كنا ماشيين حلو. ماشيين حلو يا ابني، لازم تهتم بدراستك الاول وبعدين الحاجات دي. يا حبيب قلبي انا مش بنجح كل سنه. ايوه بس السنه دي اخر سنه في الجامعه، لازم تنجح وبتقدير كويس. يا روح قلبي اطمن عليا. اطمن طبعا. قول لي بقى ايه رايك في سلوى؟ سلوى مين؟ صاحبه الصوره اللي في ايدك يا بابا. مش بطاله. انا نفسي لو نجحت السنه دي يا بابا تخطبها لي. اه بس لازم تجيب تقدير جيد جدا على الاقل. ولو جبت امتياز هجوزك امها. سمعت حد بيعيط بره؟ ايوه يا بابا. لكون امك، تعال نشوف ايه الحكايه. سيبيني يا عفاف يا بنتي. يا ماما مش بايدي يا عفاف يا بنتي، لو كان بايدي كنت افضل جنبه واجيب له عمر الف عمر واحبه. اديله فرصه تانيه. نعم اديله فرصه تانيه واثبته فيها حبي. لا هو انا عبيطه زي امه ولا ايه؟ ده انا اديته عمره كله ما طمرش فيه بعزقه وبعطاره للي يسوى واللي ما يسواش. لا خلاص وضاع العمر يا ولدي، قصدي يا بنتي. اي دمعة حزن. لا لا خلاص فات الميعاد وبقينا بعاد بعاد بعاد. يا بخت من قدر وعاف يا ماما. لا اسالك الرحيله ايتها الشمس، لا تغربي قبل ان تشهدي على ان كرهي له خالد كخلودك الا انك تغربين، وكرهي لن يغرب ابدا 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 يا اخت سجى الليل ابدا ابدا. هو في ايه يا بابا؟ لا ده فيلم هندي شفته قبل كده. ايه يا عفاف في ايه؟ اسال ماما. مالك يا قمر؟ لا تسالني من انا حتى لا يطير الدخان اني راحله. اذكريني. حضرتك قررتي تمثلي؟ تمثل ايه بس يا علاء؟ دي ماما سايبه البيت وماشيه. ماشيه؟ خليك هنا خليك، بلاش تفارق. رايحه فين يا قمر؟ رايحه بين الاطلال، راح ادور على السعاده اللي انا مش لاقياها هنا، مع راجل يفهمني وافهمه، مع الرجل الاخضر.
طب من عينيا خضرا مع اخر الرجال المحترمين. وبابا ابوك خدعني يا علاء. انا خدعتك؟ ايوه خدعتني. بعد عشرة 20 سنة اكتشفت انك مش بتحبني. مين اللي قالك كده يا عمر؟ افعالك عمايلك. افعالي انا وعمايلي انا يا عمر. يا ماما ده محدش في الدنيا حبك قد بابا. كذب غشاش خداع. اهدي اهدي يا بنت الفقراء يا بنت الحلال. قولي ده حصل ايه؟ حصل ده حصل وحصل 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 لا حصل ولا بصل. بقولك ايه، انا رايحة عند امي لازم يحصل فيه ديفورس بيننا. ديفورس؟ أيوة. وانا بقى هما لون؟ مش مشكلتي، انا رايحة بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك انا بيتنا على باب على باب يا بنتي. خدي بالك من اخوكي وابوكي، دول امانه في رقبتك يا ضنايا، دول امانه في عينيكي من بعدي. اطمني يا ماما، احطهم جوه رموز عليا. هو ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ علاء علاء ابني سامحني سامحني يا ابني، كان لازم اكون واقفه جنبك خصوصا وانت اخر سنه. صحيح انت فاشل لكن مش مهم. الوداع يا علاء الوداع. اولادي تعالوا في الاحضان الدافئه. الوداع 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 يا حبيبي الوداع. خلاص يا علاء من ساعة اليتيم. لا أين عمري؟ الوداع يا أمه. إيه ده؟ مش حد ورايا ولا إيه؟ أمي عودي يا أمي. أكلنا تحت قدام الأمهات. أبدا أنا لن أعود إليه مهما استرحمت دقات الساعة، قصدي دقات قلبي. الوداع الوداع يا رجل. كم باك كارولاين؟ بابا ماما هتسيب البيت وتمشي. ايه اللي بتعمليه ده يا عمر؟ واخده هدومك وراح فين بس؟ تاني يا بابا قالت لحضرتك. قالت ايه وعدت ايه بس؟ الباب مش عارف فتح ليه. كارولاين ممكن ندخل جوه ونتفاهم؟ نتفاهم؟ نتفاهم على ايه؟ ما انت خلاص قطعت الخيط الرفيع اللي كان بيربط بينا. بس انت ما اجراش حاجه، نلضم الخيط تاني في الابره. انا ما بعرفش الضم الابره تاني. انا الضمها لك. مش مشكلتي. هو عشان خاطري يا ماما، اديله فرصه واسمعيه. شوفي عشان خاطرك انت بس يا عفاف، بس اسالي بره ما بنبيعش بالاسعار دي. وانت هات الشنطه وتعالى ورايا. حاضر يا ستان. من فضلك. في ايه تاني؟ تعالى هنا. ايه ده؟ ورا. ايوه كده. ليتس فيرست ورايا. صبر يا رب صبر. بتونس بيك وانت معايا. ايه بقى اللي كان بيحصل من شويه ده؟ دي خطه عاملاها انا وماما يا عبيد. ما انا عارف وراها ايه اللعبه دي. انت مش كان نفسك تروح اسكندريه يا علاء؟ ده حلم عمري يا عفاف. بس اهي ماما عملت الخطه دي عشان تقنع بابا ان احنا نروح اسكندريه. ده من رابع المستحيلات، وانت عارفه السبب وبابا مش ممكن يوافق. مش عارفه ايه، بس انا واثقه في قدرات ماما. قدرات ماما؟ انا قلبي مش مطمن وخايف الهزار ينقلب لجد. يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. ربنا يستر. قمر والله العظيم بحبك. بقولك ايه، بقولك يا ابو عزيز ارجوك بلاش حلفان. امال عايز ايه؟ اثبت لي انت الاخلاص ونضحي مهما يكون. مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون. عاوز انا اثبت لك ازاي؟ عايزك تثبت لي اذا كنت بتحبني صحيح ومش عاوزني اخرج من البيت وامشي. ايوه نفسي كده اقضي العيد في مكان جميل. ما عنديش مانع. تحبي تسافري طنطا تعيد هناك؟ لا بلاش طنطا. طب تحبي نسافر عند خالي في المنصوره؟ لا 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 بلاش خالك يا ساتر، دمه تقيل قوي. دمه تقيل؟ اخص عليكي. طب تروحي لاختك في جبين القلاطر؟ لا 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 بلاش اختي، اصل هي حامل وعلى اخرها. ايوه وغلسه.
تحب تروحي شبيني الكوم عند مرات خالك؟ لا 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 ولا شبيني الكوم. امال عايزه تروحي فين؟ اسكندرية. بتقولي ايه؟ بقول لك اسكندرية. ايوه اسكندرية. طب خلاص خلاص بلاش اسكندرية، خليها راس البر، قمصة، الاسماعيلية، بورسعيد، اي مصيف وخلاص. انا قلت لا يعني لا. لا يعني لا. شفت بقى اهو انت ما بتحبنيش. حب لكن مصيف وشاطئ وبحر لا لا لا. ليه؟ هما الناس اللي بيصيفوا احسن مننا في ايه؟ انا غير كل الناس. يا سلام، واحنا ذنبنا ايه؟ واولادك ذنبهم ايه؟ تحرمهم من المصر ذنبهم ايه؟ انت عارفه السبب. الله، واحنا ذنبنا ايه لما واحد صاحبك غرق قدام عينك وانت لسه عيل؟ الله يرحمه كان اعز اصحابي. يا عبدو يا حبيبي، الاعمار بيد الله ونعمه بالله. يعني اقتنعت؟ اقتنعت بيه كله للمصيف كده؟ يبقى انت مش عاوز تجيبها البر. خلاص اعملي اللي انت عاوزاه. طيب ماشي يا عبدو ماشي، وخليك فاكر يا علاء يا عفاف. افندم يا ماما. نعم يا ماما. علاء عفاف انزلوا دلوقتي هاتوا لي تاكسي، تاكسي يكون ليموزين وخمسه راكب. ليه بس يا ماما؟ ليه؟ انا مسافره طنطا عند ماما. معقوله هتسافري وتسيبينا؟ اسال ابوك وهو اللي عاوز كده. لا يا اختي، انت اللي غاوي عكننا. ايه؟ انا اللي غاوي عكننا؟ معلش يا ماما، بابا ما يقصدش. ما يقصدش؟ ده عاوز يشمت فيا ام عرف والفرز التاني. معقوله؟ هو انا ليا في الدنيا غير ولادي؟ آه يا أخوي، أمال عايز تحرم ولادك ليه من متعة شاطئ البحر الأبيض المتوسط؟ الأبيض المتوسط؟ ولادي عارفين إن أنا متعقد من البحر. طب وهم ذنبهم إيه يا عبد؟ ذنبهم إيه؟ إذا كان علينا يا أخوي، لا أنا مش عايزة أروح إسكندرية. المهم يا عبد. أيوه. أنا عايزة أسعدهم. أيوه أسعدهم. أيوه شغالي شوية. أسعدهم في حياتنا قبل ما نموت أنا وأنت يا عبدو، عشان ما يحسوش إن إحنا قصرنا معاهم في أي حاجة وحرمناهم من البحر الأبيض المتوسط. لا لا. بابا يا حبيبي. نعم يا بنتي. وافق بقى عشان المركب تمشي. بس أنا ما أحبش حد يهددني ويلوي دراعي. ليك عليا يا بابا إني هوعدك إن إحنا مش هننزل مية خالص. بس هننزل رجلينا في المية ونقعد نبلبط. أيوه لا مش مهم ده، المهم إن إحنا وإحنا بنبلبط بقى وتحت الشباسي ناخد لنا كده كام صورة مع بعض عشان الجيران يعرفوا إن إحنا صيفنا. يا خرابي، كل اللي يهمك الجيران وبس. طبعًا يا عبدو. لا وثانيًا ولادي يعني. ها يا بابا، قلت إيه؟ موافق طبعًا. ربنا يخليك يا بابا، ربنا يخليك. يا ولاد أبوكوا بيموت فيا، بيموت فيا، بينفذ لي كل طلباتي. أنا بموت منك. أمال يا حبيبي، ياضي كبيرة ياضي كبيرة. هتخلفيه لعيني. ياضي شربان عيني. خلاص. بس سفرية زي دي محتاجة فلوس. وأنا كل مرتبي رايح على الديانة اللي دبستني فيهم أمكوا. ليك عليا إن أتنازل عن نص مصروفي لغاية لما يجي المصيف. وأنا مش عايزة مصروف خالص. وأنا شخصياً بقى هتنازل عن مصروف البيت شوية. شوية؟ ده أنت تتنازل على الآخر. مفيش مصروف إلا على القد. حاضر يا سيسال. أمري لله، أنا موافق بس بشروط. مفيش نزول البحر نهائي. موافقين. يا بابا مش عاوزين نعمل لك حاجة يا سيسال؟ لا مش عايز حاجة يا أختي. خلاص؟ هعمل لك سد الحد. وانا ناقص سد حالك، ما انت مسد حالك على طول. اتفضلي يا سهان حطيه عندك. ايه عايزه ايه خضار من السوق النهارده؟ ولا حاجه يعني نعمل ملوخيه بالفراخ ولا ايه رايك بقى في صينيه بطاطس باللحمه؟ ولا فراخ ولا ملوخيه ولا بطاطس ولا حاجه. يعني ايه يعني مش هنتغدى النهاردة؟ لا طبعا يا بنت طبعا هنتغدى. ايوه نتغدى ازاي من غير ما نجيب خضار؟ الله انت مش عندك اكل بايت من امبارح؟ كان فيه. اللي كان فيه يعني ايه؟ هبرطيه يعني ايه؟ حضرتك معوداني دايما ارمي اي طبيخ بايت. لا
الكلام ده قبل البيه بتاعي ما يوافق على سفرنا اسكندريه. لا احنا هنسافر اسكندريه. اه صحيح، وانا مش قلتلك ان احنا هنروح اسكندريه؟ قوليلي قوليلي وفرحيني. ده بعد عذاب على ما اقنعت البيه بتاعنا انه يوافق على سفرنا اسكندريه. كان معصلج عصلج يا جمالات، ما حصلتش ابدا. خد مني مجهود على ما اقنعته. يقولي ما نقدرش نسافر يا قمر. اقول له نقدر يا عبد. يقولي ما نقدرش نسافر يا قمر. اقول له عبد نقدر يا عبد. واخيرا اقنعته. ده انا قمر اهو. ده بقى احلى خبر سمعته في حياتي. عشان كده يا جمالات من النهارده لازم نمسك ايدينا في المصاريف عشان نعرف نصيف يا حبيبتي كويس زي ولاد الناس الكويسين. عندك حق يا استهاني بصراحه ربنا. عندك حق، عندك حق اكيد. ايه خلاص خلاص، ايه انت بومه وبلعه عقربه، خلينا في المهم. ايه بقى هو المهم؟ انا عايزه سكان العماره شقه شقه، اوضه اوضه، دكان دكان، يعرفوا ان احنا هنصيف السنه دي في اسكندريه. بس كده من عينيا. سكان العمارة مش كفاية، أنا عايزة الشارع كله. لا برضو مش كفاية الشارع، أنا عايزة الحي كله، المنطقة كلها، والمنطقة اللي جنب المنطقة. عايزة سواقين التاكسي. أنا عايزة سفرنا اسكندرية ده يبقى فضيحة بجلاجل. من عينيا يا استهاني، لك علي القاهرة الكبرى كلها تعرف إن إحنا هنصيف. ده انا اخيرا هغيز البت فتحيه اللي عند الست فريال، اللي كل سنه تنط في مصيف شكل مع ستها وتقول لي جمالات احنا رايحين نصيف في راس البر، جمالات احنا رايحين نصيف في مرسى مطروح. ايه ده؟ اهو فرصتك جاتك لحد عندك. انا عايزاها اذاعه. وما اشوفك بقى هتعملي ايه. اعمل ايه؟ ده انا هعمل عمايل وحسوي الهوايل واشهد يا تاريخ وسجل يا زمن. خدتها من على طرف لساني، كنت هقولها. فندم يا سعادة البيه. يا حمود عملت لنا ايه في موضوع شقه اسكندريه؟ طمن يا سعادة البيه، بعد بكره هيجي لك العقد والمفتاح. انت واثق ان الشقه دي كويسه؟ دي كويسه قوي يا سعادة البيه. رئيس مجلس الاداره كان بيصيف فيها في اسكندريه كل سنه، السنه دي عنده حاله وفاه. بس 1000 جنيه كتير قوي على 15 يوم. مش كتير يا بيه، ده شقه لوكس فيها ماكيت وتلفزيون وهوا وايه اخر حاجه تعجبك. فيها دش؟ فيها دش يا سعادة البيه. الامر لله. بس صاحبها هيجي من اسوان بعد بكره واجيب لك العقد والمفتاح. طب اعمل لي فنجان قهوه ساده. عينيا يا سعاده البيه. كان مال انا ومال الحكايه دي. هي قمر اللي طلعتها في دماغ العيال. منك لله يا قمر، اشوف فيك اسبوع. ايه؟ مش عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ عاوز سلامتك وعاوزك طيب يا راجل يا طيب. تصور يا بودي انا كان نفسي يا اخويا تمد الاجازه 20 يوم 25 يوم كده. هما 15 يوم قليلين يا قمر. وبعدين الراجل اللي انا اجرت منه الشقه ده شغال في اسوان، هروح له اسوان اقول له مد الايجار 5 ايام. يلا بقى. معقول. زي بعضه، يلا امر لله. قولي لي.
هما العيال صحوا؟ يوه من بدري وعمالين بقى بيحضروا في حاجتهم اللي هيروحوا بقى اسكندريه من دلوقتي؟ طبعا. احنا بكره فين واحنا فين؟ ايه ده بكره؟ انا عايزه بكره يجي النهارده وهم وراهم ايه؟ مستعجله قوي؟ قوي 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 يا عبده. بقول لك ايه يا بودي؟ انا اتاخرت قوي على فكره. مش مهم. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عايزك تملى العربيه بنزين. ها تملاها على الاخر عشان نسافر دلوقتي. من دلوقتي عشان ايه؟ نسافر اسكندريه قطعيه واحده كده ما توقفش بيها. ايه قطعيه واحده؟ يعني مره واحده كده ما نوقفش يعني كده عشان اسكندريه على طول. بكره بقى نعمل. لا مش بكره، النهارده. النهارده يا عبد. يا بنتي بكره نعمل الحاجات دي. لا 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 يا عبد، عشان خاطري، عشان خاطري. وكمان ايه؟ تغير الزيت. الزيت؟ وتيل الفرامل. ها تغير الحاجه دي والباكم وكله كله باكم مش عارف اكتب الحاجه. انا بسمع الميكانيكيه بيقولوا كده يعني، عايز العربيه كده تكون جديده ومزقطه كده. طمني وايه تاني؟ والميه. ها يعني الميه في العربيه تحطها يعني تحضر كل حاجه بكره يا بنتي نمشي مع الحاجات دي قبل ما نسافر. النهارده كل الناس بتعمل كده. يا سلام يا عمر. لا النهارده نوري من وش. السلام عليكم. مع السلامه. روح بالقلب دعي لك يا عبد العزيز يا ابن الفكاهات، وقروا الفاتحه لابو العباس يا اسكندريه يا اجدع ناس، وفلفلي فلفلي فلفلي يا ام عرفة. تعالى يا جهاد، عايزك تشوفي لي سواق كويس من بتوع الشركه يكشف على الزيت والميه وتيل الفرامل والزيت الباكر. سافر وترجع بالسلامه يا فندم. ميرسي يا حبيبتي، اتفضلي. والله عشنا وشفنا البطيخ مدور. يا ست قمر، يا ست قمر. ايوه يا جمالات. المكواجي بيقول انه مش هيقدر يخلص المكوى النهارده. ما قلتلوش ان احنا مسافرين اسكندريه وحاجزين فيلا في المعموره على البحر عادل. ايوه قدام البحر عادل فيلا. قلت له طب هاتي منه المكوى واحنا هنكويها في اسكندريه. المعمورة مليانة مكواجية على قفا من يشيل. بس المكواجية في اسكندرية غاليين قوي. وايه يعني المكواجية غاليين هناك؟ الله، انت ناسي ان انا حرم عبد العزيز بيه الحنبلي المدير العام ومرشح يبقى وكيل وزارة قد الدنيا، وبعد كده هيبقى وزير، وبعد كده هيبقى رئيس وزارة. مش ناسي يا استاذ قمر، هو في حد في الحي كله ما يعرفش جوز حضرتك؟ طب هات المكوى وتعالي بسرعة. حاضر. عشان تحضري الشماسي والمايوهات يا بنت، والجردل والجاروف والكراسي والسندوتشات. انا حطيت شاي في الترمس. يلا يا حبيبتي. يلا. ايه يا حبيبي؟ قول لماما ان احنا رايحين اسكندريه، تيجي معانا؟ تعالى. رايحين اسكندريه وهنقعد في المعموره. عقبالكم. يلا يا بنت بسرعه. يا جمالات، كل سكان العماره دلوقتي هتفرسوا، خصوصا اللي ما تتسماش. بقينا فضيحه رسمي. والليله يا ريت. شوفوا يا اختي الولايه، زي ما يكون ما حدش هيسافر اسكندريه غيرها. الوليه ما خلتش حد في المنطقه الا لما قالت له. يا اختي انت فخره. البركه في جمالات، لسانها زي الفرقله. يا بنتي، يا بنتي طول عمرنا سافر اسكندريه وما حدش بيحس بينا. انا مش فاهمه الست دي غاويه مظاهر ليه. الله يسامحها بقى. لو انت حضرتك معصبه نفسك ليه؟ يا اختي كاتك ست النيله، انا لا متعصبه ولا متنيله. روحي شوفي شغلك في المطبخ. يلا اتفضلي. يا اختي وانا مالي ومال الحاجات دي؟ انا هوجع دماغي ليه؟ طلعت هي اللي كسفتني وبكره تتريق عليا. يا بنتي بقى ما تضايقيش نفسك. يلا يا جماعه احسن نتاخر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اللي شفنا يقول علينا مهاجرين من البلد. اصل الست والدتك يا اخويا واخده كل حاجه هنحتاجها. عشان ايه ما نحتاجش الحاجه من هناك؟ اسكندريه لراس التين والنور منور على الصفير يا اختي. ايه ده يا ولد؟ اوعي تعالي انت لسه ما لبستش؟ معقوله؟ لسه فاضل ساعتين يا ماما. ان شاء الله يكونوا 10 ساعات يا حبيبي، لازم نكون مستعدين لاسكندريه مش متغامر. يلا يا ولد يلا.
واد انت بتنح كده ليه؟ ده تحمس كده وانت شبه عمتك. اسكندريه انا راسي كتير. ايه ده مزارنا كده ولا اولاد علي بنده؟ فين الدردل؟ تليفون عبد العزيز. ايوه جايه لك تاكسي اسكندريه. الو ايوه يا عبدو. ايوه يا عمر، مش عايزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ عايزه سلامتك يا عبدو، وهات معاها شوية فاكهة، اوعى تنسى تجيب لنا 5 كيلو تفاح وخمسة كيلو موز. ما اسكندرية مليانة بكل حاجة. اوعى تنسى الكاكا، ويضحكوا عليك ويدوها لك طماطم، اصلهم شبه بعض. كاكا؟ انتش عرفك بالكاكا؟ بقيت بتاكلي كاكا دلوقتي؟ ايوه يا عبدو. اوعى تنسى الكيوي. كيوي؟ اللي هو شبه الدوم ده اللي كانوا بياكلوه في الجريء والجميله. الكيوي ده ورنيش. طب هجيب لك ورنيش تدني بوشك. مش وقت الكلام ده يا عبدو. الله، اوعى تنسى عقد الشقه والمفتاح. اطمني كل حاجه في الشنطه. ايوه مفتاح اسكندريه. ايه الغغا اللي انت عاملاها دي؟ وطي صوتك، خرمتيني ودني. ترجع لي بالف سلامه يا عبدو. طيب الله يسلمك. كان يوم اسود يوم ما اتجوزتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عاوزك تنزل لي 2 كيلو موز. ايوه بيه. 2 برتقان بصره. ايوه. و2 بلدي. ماشي. في كاكا؟ ايوه بيه. انزل لي 2 كيلو. اقول لك ايه؟ ايوه بيه. وفي فاكهه اسمها كيوي. كيوي؟ لا بيه مفيش. ده ورنيش. انا فتان يا بيه. طب اوصي. الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني الحقوني يا ناس، الحقوني. في ايه يا عم؟ اللي بيجري هناك ده خطف كيس الفلوس. طب امسكني دي محمد. فص ملح وداب. عوض على الله في فلوس الدواء. هما كانوا كام؟ 31 جنيه. عارفه لو ما كنتش متجوز قمر كنت اديت لك كل اللي معايا. انت ذنبك ايه؟ اهي الناس لبعضيها. خد يا سيدي. ربنا يكبر بخاطرك يا رب، لا يديك الصحه. الله يخليك. السلام عليكم. يكرمك يا رب. ايوه بيه. اخد نفسي بس الاول. خد يا بيه. عبيت ال ايوه بيه كله جاهز. حسابك كام؟ 9.5 جنيه دي. تبعت نص جنيه. ماشي يا بيه. ماشي يا بيه. شكرين. قدوم لك العربية يا بيه. يا ريت. ماشي يا بيه. اتفضل يا بيه. اتفضل. اتفضل يا بيه. بمناسبة سفر عائلة السيد عبد العزيز الحنبلي المدير العام والمرشح لوكالة وزارة الأشغال إلى شاطئ المعمورة بالأسكندرية، تناشد الأسرة سكان العمارة بالمحافظة على نظافتها وسلامتها لحين عودتهم من الأسكندرية سالمين. عنهم
السيدة قمر على الحنفي حفيدة الحنفي باشا أغا وزير الحقانية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ السابق. ما أنت جدك كان وزير الحقانية السابق وعضو مجلس الشيوخ، ده كان طول شاجب عربية كدابة. وبعدين يا ماما السبعة السبعة وبابا لسه ما جاش. انا خايفه لتكون حاجه حصلت. بقول ايه يا استاذ هانم، ما تطلبيه في المكتب يمكن نسي حاجه ورجع يجيبها. وصل 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 وصل. الحمد لله على السلامة يا سعادة البيه. ايه لأخرك كده يا عبدو؟ استني بس اما اخد نفسي. مالك يا بابا؟ الحمد لله جت سليمة. وحضرتك اتخانقت ولا ايه يا بابا؟ ابدا يا بنتي. الله، امال شكلك متبهدل كده ليه؟ بعدين احكي لكم. نزلوا الحاجات دي العربية عشان ما نتأخرش اكتر من كده. انت يا بنتي يا جمالات يلا خدي الشماسي ونزليها تحت وحطيها فوق شبكة العربية وافتحيها على الاخر كده الشماسي كلها عشان تبقى مشاع. من عينيا يا زلمه. ايه وانتوا واقفين كده ليه؟ ما تروحوا تساعدوها. انت واد متدح كده ليه؟ جاتك نصيبه وانت شبه عمتك. يلا يا اختي انت كمان يلا يلا، احنا هنتصبر ولا ايه؟ الله اوعي تنسوا الجردل. ايه يا عبد جبت الكاكا؟ جبت لك كابوكي. خد يا جمالات، خد يا جمالات، بسرعه بسرعه شيل. ايوه الكراسي دول. لا لا استنى يا جمالات، عفت يا جمالات. لا يا استاذ ما تنسيش تديلي كرسي البحر دوت فوق الشبكه، وتخلي بقى العربيه تعمل كلاكسات كده عماله على بطاله عشان يعرفوا ان احنا مسافرين اسكندريه. ليك عليا هعمل لك فرح. لا يا حبيبتي انا مش عايزه فرح، انا عايزه فضيحه، فضيحه الجلال. يلا يا حبيبتي انا هعمل لك كرسي. يلا يا حبيبتي يلا يا حبيبتي يلا عشان رايحين اسكندرية. يلا كده عفاف. استنى بس استنى. يلا يا ولاد بسرعة، ادي الحاجة وحصليني يا عفاف. استنى يا علاء بس يا علاء. يلا يا ولاد يلا بسرعة اعملكم مهمة. يلا يلا. والليلة عيد عليا سعيد. مبسوطة يا قمر؟ طبعا يا عبد ببقى مبسوطه لما بتنفذ لي كل طلباتي. لما انفذها لك بس. مش ده المهم يا عبد. ايه ده؟ معقوله يا عبد انت هتسافر كده اسكندريه بالمنظر المهبب ده؟ لا لا لازم تغير هدومك. انت مش واخده لي هدوم معاكي؟ اه واخده لك بس كده، ده احنا هنبقى فرجه في الشارع. يا ست ابقى غير في اسكندريه. لا وبعدين معاك بقى. الله سامع 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 ايه؟ سامع الكلاكسات. اجروا لهم يبطلوا دوت. لا يبطلوا ايه؟ بالعكس ده انا بصر على كده مع سبق الاصرار بطل اصرار. بقول لك ايه؟ اجروا لهم يبطلوا دوت. غوري وانت شبه امك. يا اختي علي على جمال امي. الله يرحمها ماتت من الجوع. ها عجبتك ياما؟ طالع زي ابوك ربنا يفك سجنه. مبلغ مش بطال. المهم الشنطه حلوه. حلوه يا اخويا خدها. ابيعها؟ لا ده تروح بقى المدرسه. شنطه قيمه. بس دي حلوه قوي ياما. مش خساره فيك يا دودو. طب يلا بينا بقى احسن، انا واقع من الجوع. احسن كباب وكفته. قمر يا قمر
شبيك لبيك قمر بين ايديك يا عبد. ايه الهغه اللي انت عاملاها انت والشغاله؟ ايه يا عبد، بلاش اتكلم مع الشغاله بتاعتي. تتكلمي مع الشغاله ولا عامله دعايه للسفر لاسكندريه؟ لا طب وايه يعني؟ الحق عليا، الحق عليا اللي بحافظ لك على العماره من البهدله. وايه الاعلان اللي انت حطاه على باب العماره ده؟ يا عبدو احضرني يا عبدو. احضرك؟ احضرك في ايه؟ احضرني في الكلام اللي هقوله لك دلوقتي. انا عايزه يعني السكان اللي ساكنين في العماره بتاعتنا ده هي يحسوا ان يعني في فرق، هناك فرق بيننا وبينهم. اه طبعا هم فرز تاني، احنا فرز اول. طبعا. طب يا اختي فرز اول، عامله دعايه على باب العماره مش كده؟ يلا يلا تسك الشقه وحصليني. حاضر يا عبد. يلا يا اختي. يلا خلاص. يلا خلاص على اسكندريه ان شاء الله. قول يا رب. يا رب ان شاء الله. ودع هواك وانسى عمر اللي فات، ما حيرجع تاني، رجع لك بعد 15 يوم. فرز تاني سألتك قولها هنقعد في العجم. في العجم ان شاء الله يا اخويا. ان شاء الله يا اخويا. اللي خدمها هو اللي نقاها. مساء الخير. مساء النور. ممكن لو سمحت اشوف الرخص؟ وماله يا اخويا؟ وماله حاضر. ما تشوفش ليه؟ ثانية واحدة. يلا يا عبد وري له الرخص يا اخويا. يلا عشان مستعجلين مش عايزين نضيع وقت، احنا رايحين اسكندرية. يلا. رايح فين؟ هجيب الرخص من شنطة العربية يا باشا. اتفضل يا باشا. السواقة ايه ده؟ يا نهار مش فايت. الشنطة اللي فيها الفلوس وعقد الشقة بتاع اسكندرية اتسرقوا.
احضريني يا قمر. احضريني يا قمر. احضر مني يا عبد. ايه اللي انا سامعاه ده؟ عاد شقة اسكندريه والفلوس راحوا؟ راحوا ازاي يا عبد؟ يعني ايه مفيش اسكندريه يا عبد؟ يا خرابي يا زواد ليلي يا عبد، يعني مفيش اسكندريه؟ اغطيني وصوتي ياما، مفيش اسكندريه يا ولاد، مفيش اسكندريه، مفيش اسكندريه. طب اسكندريه ليه؟ اسكندريه ليه؟ واحنا وش اسكندريه؟ يا شمات العدوين فيا، يا شمات العدوين فيا، مفيش اسكندريه يا عبدو، مفيش اسكندريه. وبعدين بقالنا ساعة الحال ده، هنفضل قاعدين كده زي الشحاتين؟ يعني ايه يا عبد؟ يعني عاوز نخش العمارة والجيران كلها عارفين ان احنا مسافرين اسكندرية؟ يعني هنفضل قاعدين كده 15 يوم؟ لا انا بقول استنى لما كلهم يناموا وبعدين نطلع. صح؟ انا مش عارف هنقول لهم ايه لما يعرفوا ان احنا رجعنا وفي نفس اليوم. الكات الحزينة تفرح، ما لقتلهاش مطرح. نقطينا بسكاتك. خرست. بقول ايه يا عبد؟ لا تقولي ولا تعيدي، لو قلت حاجة حرمي نفسي في النيل. ايه ده؟ انا اخسر جوزي واسكندرية في يوم واحد؟ لا لا، طب كنت اروح اسكندرية ولو حتى يوم. منك لله يا فريال، منك لله يا عنايات، من كل الله. Thank you.
بنت يا جمالات يلا روح. روح روح ده اهي يا بيه. واقول لاهلي ايه؟ اقول لهم ما سافرتش عشان البيه اتسرق؟ سيبك من اهلي، اودي وشي فين من شغالات المنطقه؟ دول يقطعوني حتت لو عرفوا ان انا ما سافرتش. عفاف خش شوف شريط فيديو اتفرج عليه يلا. ما بشوفش وكرهت الفيديو ومش هتفرج على افلام خالص. علاء يا فندم. تعالى يا ابني الشطرنج. مش هلعب شطرنج، انا قررت اعتزل الشطرنج وهعمل ماتش اعتزالي النهارده. مش هلعب استغماية غير مع عيال العمارة. عمر تعالى اوديك ديسكو. عمر اجري 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 من قدامي اجري. ايه الحكايه؟ هما تلوكوا تقيل ولا ايه؟ بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك ليه؟ شحط زيك كده طويل عريض، واحده زي دي تضحك عليك. انا ما كنتش واخد خوانه. بعدين انت لو شفتيها وهي بتصرخ وبتجري ورا الواد ما تقوليش ان ده تمثيل. طب اسكت، نقطني بسكات، انا عطنقت منك. اه يا ويلي يا ويلي، اه يا ويلي وزواد ليلي، اه يا فضحتك يا قمر، يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي. هواجه الناس ازاي؟ هواجه المنطقه كلها ازاي؟ والحي كله ازاي؟ طب هم مقدور عليهم، هحكي لهم حكايتي وعدوى يعني. ده ما كلكم بقى هواجه فريالهم بعرف ازاي والفرز التاني ازاي. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، مش قادره اصدق. بقول لكم ايه؟ انا مش فاضي للكلام الفاضي ده. الندب والنزناز ده مش عايزه. مش قادره اصدق. انا داخل العيال هدوم وانام. انا بتعالج حيطه، انا بتعالج حيطه يا فضحتي. وبعدين يا ست الستات قلت لي اعملي فضيحه وعملت فضيحه. هنودي وشنا فين من الناس لما يعرفوا ان احنا ما سافرناش. فضحتي يا اخت الندمه يا اختي. هيبقى شكلنا هيبقى شكلنا هيبقى شكلنا عره، هيبقى شكلنا وحش قوي. اه اعمل ايه اعمل ايه؟ بس مفيش غير حل واحد ملوش تاني. ايه هو؟ الله يا ده نمت كتير قوي. ايه ده؟ الدنيا ضلمة كده ليه؟ الدنيا لسه ليل ولا حكاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الستان السودا دي؟ يا عمر يا عفاف يا علاء يا جمالات، ما خرجوا كلهم ولا ايه؟ يا سلام على الهدوء اللي الواحد قاعد فيه. تتكلمي عن ايه يا ماما؟ على جارة الشؤم اللي سافرت. هما سافروا فعلا؟ ايوه سافروا، وانا شايفه القفل على الباب والشبابيك مقفله. السفريه اللي كانت دوشانه بيها. الحمد لله هنقعد 15 يوم من غير مشاكل. واحنا كمان هنروح نقعد يومين في العريش قبل ما تيجي. مش بعيد سكان المعموره يتفاشوا من المشاكل اللي بتعملها معاهم. وانت بتصدقي انها قاعده في المعموره؟ حسب الجيران ما بيقولوا. يا اختي
ولي قاعدة في الأنفوشي ولي قاعدة في العصافرة. أمال إيه حكاية المعمورة دي يا ماما؟ يا حبيبتي يا حبيبتي أنت مش عارفاها، من يوم ما سكننا هنا وهي تحب تكذب وتحب المظهرة وتحب بقى مش قادرة أقولك. أه هنستريح منها شوية. ربنا يريحنا منها ونشوف شقة بعيد عن شقتها. الله ايه ده يا عبدو؟ انت نايم؟ انت مش هتنزل البحر معايا؟ انزل بحر ايه؟ انت اتجننت انت وعيالك. وبعدين ايه الستائر السودا اللي انت مركباها دي؟ ركبتيها امتى؟ نفسي اعرف. انا عارفه يا عبدو ان انا معايشه ولادي في الوهم، لكن كنت اعمل ايه؟ قولي كنت اتصرف ازاي قدام المشكله اللي انت وقعتني فيها دي؟ انا اللي وقعتكم في المشكله؟ في الاخر طلعت انا اللي غلطان، حقك عليا. انا اسف. ما قالوا لي الشنطة اللي ضيعتها، كان زمان الوهم دلوقتي أصبح حقيقة وولادك اتمتعوا. يعني إيه؟ نضحك على نفسنا بقى؟ مش أحسن ما ولادك يجيلهم اكتئاب نفسي ونفسيتهم تتعب عشان ما راحوش اسكندرية، البلد الوحيدة اللي قعدوا طول العمر يحلموا إن هم يزوروها. يعني أنت قررت إننا نتسجن هنا 15 يوم في الشقة؟ أي فرصة، يعني فرصة تقعد مع ولادك أطول وقت ممكن. انت يا عبدو ما بتقعدش معهم اليوم واحد في الأسبوع بس، هالفرصة جت علشان نلم الشمل ونقعد كأسرة واحدة 15 يوم. أيوة يا عبدو، يلا بقى يا عبد العزيز، يلا 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 قوم عشان ننزل المية سوا ونبلبط. لا مش عايز أنزل المية، الموج عالي ومعلقين الراية السودة. حلاوة البحر بقى لما يكونوا معلقين الراية السود. بس الدنيا زحمة على الشط. طب بيبقى حلاوة البحر والناس زحمة، ده احنا هنبقى جرسة يا عبد. ايوه طبعا، عشان اللي يسوى واللي ما يسواش اتفرج عليك وانت لابسة المايوه. بتغير علي يا عبد العزيز؟ طبعا مش مراتي حبيبي. طبعا عشان الناس تعرف انك انت متجوز واحدة قمر. ايوه قمر، انا قمر، اسمع على مسمى. ايوه ما الاسماء ما عليهاش جمرك يا اخويا قمر بالستر. يلا يا عبد العزيز يلا، احسن نسيب الولاد لوحدهم على البحر. الله، بعدين حد يعاكسهم. انا تعرف بنتك حلوه. يلا طب روح انت وانا احصلك. يا حبيبي انا مستنياك على نار، هنبلبط يا عبده. بحلم بعشق أنا سعد وهنا، أنا هنا يا ابن الحلال. تيرت تيرا تيرا رم تيرت تيرا تيرا رم را 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 يا عملي ايه يا شابه؟ انا عشبت ومدلدله رجليا في الميه يا بيه. طب خلي بالك، ده احسن الموج بيسحب يسحبك تروحي فيها. نصيحه غاليه يا بيه، هعمل بيها. وانت يا نسا ايه اللي بتعمليه ده؟ ده ابني عشي الزوجيه اللي نفسي اعيش فيها. طب ما تشوفي لي شقه عند اخوك. تدفع كام عشان اكلم لك صاحب البيت يا والدي؟ ينوبك ثواب كلمهولي. بعينك. وانت يا كابتن ايه؟ يا كابتن بتعمل ايه؟ انا اصطاد سمك القرش. سمك القرش حلو قوي، او القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. ربنا يشفي كل مريض. ايه الامر؟ ياي سيب يا كوبا. ليه؟ نفسي اتكلم مع سعادتك كلمتين بس. بقولك ايه يا استاذ؟ نعم. لا 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 لا، ارجوك احترم نفسك. انت عارف انت بتكلم مين؟ انا ست متجوزه، متجوزه راجل محترم قد الدنيا. وبعدين ايه، هو مش شويه ده وكيل وزاره، وبعد يومين هيبقى وزير، وبعد 4 ايام هيبقى رئيس وزاره، وبعدين يحولك ويوديك وراء الشمس، فاحترم نفسك احسن. انت كدابه كده. اهو جوزك مدير عام بالكتير. كدب يا اخي، كدب قوي. بقول لك ايه، عايز ادردش معاك شويه ممكن؟ لا ارجوك، شوف ابعد عني وابعد عن طريقي احسن، بعدين اصوت والم عليك الناس. وزي ما انت شايف اهو الشاطئ مليان ناس. أوه. يشحوروك. هاي هاي صافي. صافي. صافي يا لبن حليب يا قشطه.
انت بتضحكي كده ليه؟ ابدا ما بضحكش. انا عرفت انت بتضحكي لمين. انت بتعاكس اختي ليه يا تامر؟ اولا هو ما عاكسنيش. والله عليا انا الكلام ده؟ انا شايفه هو بيشاور لك. خلاص حصل خير يا جماعه. وانت مالك؟ تامر يقلب لحضرتك؟ لا ما يقرب ليش، بس تامر اعتذر لك خلاص. وانا قبلت اعتذار. اسكتي انت خالص وامشي خش الكابينه. مش هدخل بقى لاني ما نزلتش المايه لسه. لا لا اوعى تنزلي المايه هنسى، الموج عالي وبعدين تغرقي. وانت مالك؟ خليك في حالك. صحيح انت مالك يا راجل يا عجوز انت؟ ايه القصه التركي ده اللي ماشي تركي ده؟ ايه ورد الجناين ده اللي صحي النايم ده؟ كلمني 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 يا عبدو. عبد عزيز، عبد عزيز، ايوه هات لي حاجه من الكابينه احسن الدنيا ساقعه. مبسوطه يا حبيبتي؟ قوي يا ماما قوي. انا زهقت من الشاطئ. انا بكره ان شاء الله هوديكوا بير مسؤول، وبعد بكره هوديكوا ابو قير، وبعد بعد بعد بكره هوديكوا زنقه الستات. الله على الزنقه. طولي شوية. أوه. حبة هواء. كده؟ لا بنتي بقى. ما عرفتك يا طب أربعة ستة أهو. خشب ان شاء الله. خشب حديد. هنا هوب هنا هنا هوب هنا. يلا ما تخافش عليا يا بابا. ده كله حوت. هناكل ازاي وما انا كل ده؟ هاتي يا لايش يا استعفاف، اللي هيفضل مننا هاخده معايا مصر اخلله واعمله لكم فسيخ. لا وكمان شويه ملوحه عشان شم النسيم قرب. من عينيا يا استاذ قمر. والباقي اعملي سمك بكالوريوس. حاضر يا بقى. طب واللي فين؟ اللي فيه بقى واحنا راجعين مصر ان شاء الله هنبقى نفرقه على البوليه فريات يوم عرف وعنايات فرزيتان. هنقول لهم يلا خدوا كل يلا 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 بقيت الشوايه. يلا يا استاذ يلا عشان نشوي. يلا عشان الصهد يا ولاد. الله السمكه قوي يا حبيبي. تجنن تجنن. حوت يا ولد. طب يا ولد ده جاب لي بسريايا. الله يلا يلا استنى استنى يا ولاد. بقول لك ايه يا بتاع الفريق، عندك فريسكا؟ اي يا اخويا. لا عندي دندورم. عندك دندورم؟ عندك حب العزيز؟ لا. حب العزيز ربع ابن الله. حب العزيز ربع ابن الله يا حب عزيز محمود. يا راس سله ابنكنا المجله. الله كنا بنقول دندورمه يا ماما. عندك عندك ايس كريم؟ جروبي. لا عندي عندي جرانيت. جرانيت لا ما بنحبهاش. لا دندورمه. تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي. انا جاهز تعالي جنبي. اوبا قول لابوها ان كان جعان يتعاشى. الله الله. وما كانش جعان حطه في رجله مقاشى. الله الله. الليله عيد الحلاوه عريسك يا
واحد حرام يدخل يا لهوي يا لهوي كل واحد يشوف في حته يستخبى فيه استخبى عبده انا خايفه يا عبده ما تخافيش الحمد لله الحمد لله اللي ما سافرنا وسيبنا الشقه يا عبده ايوه كان شايع راح كله عبدو ايه انا خايف يا عم وطي صوتك ليجي يخلص علينا أنت الآن في الإسكندرية ده الصوت ده جاي منين؟ هنا صوت العرب من القاهرة خرب بطنك يا محروس ده الراديو ظهر الناس السكان اللي هنا نسيوا الراديو مفتوح النور كمان والع يبقى النور كان مقطوع وبعد ما سافروا النور جاي من وراهم إذاعة صوت العرب تحييكم وتقدم لكم حلقة مسلسلة من حكايات فريال أم عرف وعنايات فرز تاني وعنها يا أطفال دخلت فريال أم عرف على عنايات فرز تاني ودخلت عليها المطبخ وقالت لها أنت جايبة الإشاني منين؟ صحيح جايبة الإشاني منين؟ من وراء القضبان يا ساتر على الفال الوحش ده عزيزي المستمع نحن معك والآن إليكم هذا النبأ الهام في ساعة متأخرة من الليل استطاع أحد اللصوص اقتحام شقة تركها أصحابها للسفر إلى الإسكندرية ولم يسافروا وإليكم أوصاف هذا اللص إنه يرتدي بنطلون جينز وقميص كاروهات وحذاء سودا بكرانيش نحن نرى أصحاب الشقة وهم بيقبضوا عليه في حد مراقبني وبيبلغ الإذاعة اللي بيحصل ده هنا إذاعة صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة ركن المرأة يقدم المحطات دخلت بعضها ولا إيه؟ سوري ناسف لهذا العطل الفني وسوف نواصل متابعة البرنامج تباعا طب ماشي ماشي نحن في خدمة المستمعين مرحبا باللص الظريف لا أكيد في حد مراقبني أنت بتعمل حاجة غلط؟ لا الأصوات دي جاية منين؟ من وراك يا عبودي تخرب عقلك انتوا مين؟ انت اللي مين؟ انا 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 محروس لقد حللت اهلا ونزلت اهلا يا محروس اهلا اهلا محروس مرحب مرحب محروس محروس جاي ايه 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 انت ناوية تعملي ايه؟ تعمل ايه انت اللي جاي تعمل ايه شوف بقى انا بقى هقطعك جزل 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 واشوي لحمك على الشواية بس ياي انا ما بحبش لحمة الجماعية يا عم ولا انا تحت امرك اللي عايزين تعملوه فيا انا غلطان لان انا يا لهوي على اسعدك حرامي يا عمر
اطلب البوليس. ايوه اطلب البوليس، اطلب البوليس. هي نمرة بوليس النجدة كام؟ 122. شكرا يا اخ. ولا حركة. ايه معاك سلاح؟ ايوه معايا. ثانية واحدة اجيب لك سلاح. ايه ده الشيء لزوم الشيء. انت بتنكت. بنكت ايه؟ ابدا والله. كله تمام؟ كله تمام يا زعيم. زعيم؟ طب خلوا بالكم منه عصابه على ما اشوف قمر اتصلت بالبوليس ولا لا. اطمن يا سعاده البيت، وراك رجاله ياكلوا الزلط. اتصلت بالبوليس؟ يا ماما لا، ما اقدرش اتصل بالبوليس يا عبد. ما تقدريش ليه يا اختي؟ انت نسيت ولا ايه؟ حاسب الميه. مش المفروض دلوقتي ان احنا في اسكندريه؟ أيوة. معنى وصول البوليس دلوقتي يعني ما سافرناش، وهتبقى فضحتنا بجلاجل قدام القسوه اللي ما سواش يا عبد. والحل ايه يا عبقريه زمانك؟ هو يعني انا عندي فكره في راسي بتدور. ايوه. هو بقى الحل والحل الامثل ايوه ان احنا نقول للحرامي امشي يا حرامي. يا حبيبتي واحد حرامي داخل الشقه نقول له اتفضل مع السلامه، ما تبقاش تعمل كده تاني يا حبيبي. طب انت عندك حل غير كده؟ حل غير كده ايه؟ مش كل ده منك؟ شفت افكارك الجهنميه وصلتنا لغايه فين؟ خلاص يا عبدو، انت بقى ايه يعني؟ هتقعد تبكتنا على طول؟ خلاص مش وقت عتاب. خلاص يا اختي. يا جمالات يا علاء. افندم يا بابا. هات الحرامي هنا يا ابني. طلباتك اوامر يا زعيم. فايق ورايزه يمك. شفتي بقى انا عصابه وانا الزعيم مبسوطه؟ اه صبرت ونورت، خدت اللقب زعيم. انا مش عايزه. ايه ده؟ ده احنا فين احنا؟ انتوا خلاص هتسلموني للبوليس. انت اسمك ايه يا محروس؟ انا اسمي محروس. ما انا عارفه اسمك الثلاثي ايه. محروس سابق سنه. سابق سنه فعلا، سابق سنه. بابا وجده سابق سنه. اقعد يا محروس. حاضر. طيب انا هقعد واحده اهو. شوف يا ابني. يا سلام. ولا اجاثا كريستي. شوف يا محروس يا ابني، بعد الاطلاع على ملفك وبعد المداولات والمباحثات والفحص والتمحيص، قررت هيئة الأسرة الكريمة أن تفرج عنك لحسن سير وسلوكك وبلا ضمان. يلا يا محروس افرج. كلام ايه ده يا ماما؟ اسكت انت عفاف. فك الحرام يا جمالات. افكه؟ ايوه ما سمعتيش. والبوليس اللي جاي. انا ما بلغتش البوليس. ليه يا ماما؟ من غير ليه بعدين هتعرف. هي ايه الحكايه؟ انت مالك انت؟ مالي ازاي؟ دي اذا كانت مشكلتي انا. يا ابني المثل بيقول يا بخت من قدر وعفي. وبعدين يا سابق سنك، احنا هنستفيد ايه لما سلمك للبوليس؟ الحمد لله جت سليمه، ما سرقش حاجه، يعني ما فيش اي ضرر علينا. يا بيه ده مجرم، لازم ياخد جزاته. الله بس يا جمالات ممكن جدع بسرعة. بلاش رمادة، ما عندناش وقت. يلا انت فاهمة حاجة من اللي بيحصل؟ لا بس انا فرحانة ان هو عصابة وزعيم، لكن الست قمر بوظتها اكيد في دماغها حاجة. يلا يا ابني مع السلامة. محروس قبل ما تمشي انا عايزك توعدني وعد شرف انك انت مش هتحاول تسرق تاني يا حبيبي. واحمد ربنا انك وقعت في ناس طيبين زي الهانم والبيه. ايه عليك يا محروس؟ ايه النكد ده بقى؟ افهم دلوقتي انت بتعيط ليه؟ انا زعلان يا نفسي. خد امسح دموعك، خليك راجل كده، وبدل ما تسرق شوف لك شغلانه شريف. عندك شغلانه ليه يا بيه؟ دور يا اخي. وبعدين بقى يا محروس، الله انت عمال بتضيع في وقتنا ليه؟ عاوزين ننام. لا ما انا خلاص مش همشي من هنا.
نعم انا لازم اخد جزائي يا اخي. ما اروح خد جزائك بره عننا. لا انا مجرم، انا مجرم ولازم اخد جزائي. انا كنت حاسس ان شقكم لازم تجيبوا البوليس يقبض عليا. يا عم الحمد لله وربنا سهل. لا عايز البوليس يقبض عليا. انت مصر ليه تاخدت ليه؟ قد ما تخلصنا. قال يعني ما سرقش قبل كده؟ لا دي اول مره وغصب عني. امي مريضه وكنت عايزه اوديها المستشفى تعمل عمليه جراحيه. انما الحمد لله انكم سكتولي وصحيتوا ضميري، وعشان ما اسرقش تاني بعد كده. عشان كده انا عايزكم تسلموني للبوليس. حرامي خايب صحيح، بقى اول مره يسرق يا حرام ويتقبض عليه. ما عشان كده انا عايزكم تسلموني للبوليس. لا انا مش قادر امسك اعصابي. اندهولي ابويا من على القهوه. حاضر يا بيه. وهاتي لي حاجه ساعه. انت هتديني اواني؟ هاتي لي اللي هو عاوزه. خلصيني يلا بسرعه. لكن هما ليه مش عايزين يسلموا الحرامي للبوليس؟ لا والاغرب من ده كله قال ايه؟ هو يقول لازم تسلموني للعداله عشان اخد جزاتي. حراميه اخر زمن. برضه مش عاوز تمشي يا ابني؟ ارجوك يا سعد ابني، ارجوك ساعدني على التوبه. يا اخي روح توب بعيد عننا يا الله، عاوزين نريح اعصابنا على البحر. امسكي نفسك شويه يا قمر. مش قادره يا عبدو امسك نفسي يا الله، ما انت سامع كلامه. انا هاخده جوه اتفاهم معاه. تفهم معاه على ايه؟ سلموا للبوليس وخلصنا بقى. اسكت انت خالص. يلا يا ابني. طب ولا حاجه ساعد. الله ما تسمع كلام عمك امال. خلاص هنخلي جمالات جبالك جوه. يلا يا ابني يلا. لا حضرتك الاول يعني. يا اخويا ما تتنكش وامشي بقى. بس يا علاء ده برضه مهما كان ضيفنا. لا معلش سيبه يعمل فيها زي ما هو عايز. انا اللي استاهل كل اللي يجرالي. الغالي بعته رخيص ولا هتسيبهوش غالي. انت هتغني عليا يا اخويا. يلا يا اخويا يلا. ان يوم اسود يوم ما اتجوزتك يا اختي. هو الحرامي راح فين؟ مع عمك في اوضه المكتب يطلب ايدك يا بنتي. عمي عبده؟ مع عبده. ماما انت حضرتك ما بلغتيش البوليس ليه؟ ها؟ ايوه صحيح. في ايه يا ماما؟ ها؟ ايه؟ يا ولادي المفروض يا ولادي ان احنا موجودين دلوقتي في اسكندريه اهو. الرمله اهو والبحر اهو والهواء اهو والشمس اهو والسماء اهو والشوايه اهو والحلال اهي. يعني احنا في اسكندريه دلوقتي. لو انا بقى اتصلت بالبوليس، البوليس هيجي هيلاقي باب الشقه عليه قفل. والجيران يعرفوا ان احنا ما سافرناش ونبقى في نظرهم كدابين. لا كدابين ايه؟ ده هنبقى مفضوحين، هنتفضح قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، قدام عنايات فرز تاني وفي ريال امار. ياه ده انا كنت ناسي الحكايه دي خالص. شوف ده انا كنت هتجنن لما لقيتك انت وبابا بتتحايلوا عليه عشان يمشي. غصب عني. عرفت الحكايه؟ دلوقتي يا ولاد عايزين نتكاتف ونتحد ونبقى كتلة واحدة ويد واحدة عشان نزهق الحرامي ونخليه يمشي. تعهدوني. يلا نعهدك. كلوا بامي يا طلعوا الحق المستحق البيلي بوم. انتوا واقفة بالعجزة روحوا بدعوا جوة. حاضر عينيا. قلت ايه يا ابني؟ لا ساعة البيه حضرتك لازم تسلمني للبوليس. ادخل. الحاجة الساعة يا بيه. طب روح انت دلوقتي. هي القعدة هتطول. انت مالك؟ قولي من خليتي. حاضر. اتفضل يا ابني. ده عناب. شكرا. اتفضل يا ابني. ربنا يريح قلبك. لا انا مصمم. طب بقول لك ايه؟ تاخد كام وتمشي؟ مش فاهم.
يعني عايز فلوس قد ايه عشان تسيبنا وتمشي؟ لا لا، مش انا، مش انا اللي اخد الثمن. يا سلام. طب خلاص امشي بقى وريح. لا لا يا سعادة البيه، انت لو خليتني امشي من هنا من غير ما اخد جزائي انا هبقى مجرم وهبقى خطر على المجتمع. سعادة البيه انا مكاني في وسط المجرمين والاشرار. يا سلام، انا شفت حراميه كتير وقليل، ما شفتش حرامي زيك ابدا. انا لسه ما بقتش حرامي عشان انا لسه ما سرقتش لغايه دلوقتي. افهمه ازاي ده بس؟ قطيعه. وبعدين يا ماما اخر اللي بيحصل ده ايه بقى؟ الحكايه طولت قوي، انا خلاص فاضيه، ما عادش عندي صبر خالص. يا اختي هو البحر ما فيش نسمه هوا ليه؟ الشقه كده كم كمل. بقول لكم ايه، تعالوا نشوف اخرتها ايه مع الجدع الحرامي ده. خلاص انا فاضيه ورايا. يلا ولا حاجة يا قمر. ميرسي. انت مش عاوز تمشي من هنا ليه يا جدع انت؟ يعني ايه؟ انتوا اللي مش عايزين تسلموني للشرطة ليه؟ بصراحة علشان ما نقدرش نسلمك للشرطة. يبقى انتوا اكيد عاملين عاملة وخايفين للبوليس يجي. انتوا مش اصحاب الشقة، انتوا اكيد حرامية. احترم نفسك يا جدع انت. حدو انت صوتك عامل معروف. انت عاوز حد يسمعنا؟ انت عاوز صوت؟ انا عاوز ام عرفه تسمعه. شفتوا؟ خايفين من الجيران، يبقى انتوا حراميه. يا عم احنا لا حراميه ولا حاجه. طب ايه اللي يثبت ان انتوا اصحاب الشقه؟ ورينا عقد البيت ولا وصل النور. عقد ايه وصل ايه يا لنت؟ من حقي. حقي ايه يا جدع انت؟ انتوا مش عايزين تسلموني للبوليس ليه؟ ما نقدرش، ما نقدرش يا محروس. ايوه يا محروس، ما نقدرش لاننا سكان العماره فاهمين ان احنا مسافرين اسكندريه، وبعدين حصلت لنا ظروف منعتنا من السفر لاسكندريه، عشان كده حابسين نفسنا في الشقه دي. اصل احنا يا سي محروس بيه لو اتصلنا بالبوليس الجيران هيعرفوا ان احنا ما سافرناش ويبقى في نظرهم كدابين. بقى هي الحكايه كده. الحمد لله انك فهمت. يعني خلاص يا ابني هتمشي؟ لا الحقيقه كان بودي اخدمكم الخدمه دي بس مش حاضر. ليه بس يا محروس؟ لسببين. انت كمان يا اخويا عازمني شروطك علينا؟ استني بس يا قمر اما نشوف عاوز ايه. ايه هما يا ابني السببين؟ اولا ايوه اتفضل. السبب الاول اني انا لما قررت اسرق اتعلمت ادخل الشقق عن طريق المواسير. يعني ايه؟ يعني انا اعرف اطلع على المواسير بس ما اعرفش انزل من عليها. نعم يا اخويا، ما انا دي اول مره اعملها. طب يا ابني لما انت ما تعرفش تنزل بعد ما تطلع دخلت الشقه عشان تسرق، ما فكرتش هتنزل بالمسروقات ازاي؟ سؤال مهم جدا يا عبدو بيه. متشكر قوي يا جمالات. ايه ده، ما سيبونا من المجاملات يا جمالات، خلونا في المهم. اتفضل يا استاذ. السبب الثاني. ايوه ما تيجوا معايا فوق هتكلم لوحدي. صح، الاستاذ بقى مره هيطلع فوق هيتكلم لوحده، ده يقول عليه مجنون. السبب الثاني. ايوه اني انا حاولت اساعدكم باني اخليكم تسلموني للعداله. يعني ايه؟ يعني هو حل من اتنين. قول يا خفيف. يا اما تسيبوني اسرق اللي انا عايزه من الشقه، يا اما ابلغ البوليس والجيران تعرف انكم جوه الشقه. صدق يا محروس انك انت حرامي قليل الادب وما تربيتش ولا ليك بابا وماما ربوك حقيقي. بعدين ده فريال ما اعرف نشوفك كده. انا مش هرد عليكي. متشكره. طب قول لي يا ابني انت دلوقتي بتعرف تطلع ما تنزلش، هتنزل ازاي بالمسروقات؟ سهل قوي، من باب الشقه وبعدين انا مش هبقى لوحدي.
ما انتوا هتبقوا معايا، هتشيلوا معايا المسؤوليات وتنزلوا هالي لغايه تحت. صح يا عبد، الراجل عنده حق وبيكلم مظبوط. ايه كلامك المقبقب ده؟ ما بعرفش ينزل من على المواسير. لازم تساعده يا عبد، الناس لبعضيها برضه. انتوا بتقولوا ايه؟ حد ينادي لابويا من على القهوه؟ يا سلام، ده انت واثق من نفسك قوي، بقى عايز تسرقنا وكمان نساعدك. الناس لبعضيها يا نجم. لا انا لا يمكن اسمع في الكلام ده ابدا. خلاص انتوا حرين، على اذنكم اتصل بالتليفون. البيت بيتك يا اخويا. بقول لك ايه يا محروس؟ نعم. من فضلك انا بترجى، استنى شويه. طب شوفوا، انا هديكم 3 دقايق تفكروا، على ما اوصل المطبخ اشوف لي لقمه كلها. طيب فسحي هفسحي. عندك فحم شويه؟ ورينا افكارك النيره هتوصلنا لايه. حد يجيب لهم من المستشفى. طب والعمل يا بابا؟ العمل مفيش قدامنا غير حل واحد، اننا نسلم الندل ده للبوليس ونقول ايه للناس لما عرفوا ان احنا اتجبنا عليه. انا مش قادر اعرف ايه اللي بيحصل وسببه ايه. مش عارف سببه ايه؟ سببه ان الست والدتك ست نكدية. انا نكدية يا حبيبي؟ ايوه نكدية، نكدية وستين نكدية، نكدية وغاوية مشاكل عمال على البطال. تقدري تقوليلي سكان العمارة مقاطعيننا ليه؟ ساكتة ليه؟ ما تتكلمي. تقدري تقوليلي البيت اللي احنا فيه ده مرهون ليه؟ بسبب طلباتك مورطاني في حاجات ملهاش لازمة ولا عوزة. في بيت في الدنيا في 5 أجهزة تلفزيون وكلهم بالألوان، و4 أجهزة فيديو، وكام غسالة فول أوتوماتيك، و3 ثلاجات، و7 أجهزة تسجيل على جميع المقاسات. ساكتة ليه؟ ما تتكلمي. أرجوك يا بابا تهدى دلوقتي وتعالى نشوف حل. حل ايه يا ابني؟ مفيش غير حل واحد، إننا نستسلم لشروط الحرامي. ويا ريته حرامي محترف، ده حرامي هاوي جاي يتعلم فينا السرقه. ما تزعليش يا ماما الكلام اللي بيقوله بابا. معلش يا بابا، الله يسامحك يا عبد. المهم انا مش هرد عليك دلوقتي، وقت تاني هترد عليك لحد ما نخلص من المنايل الحرامي ده. طب يلا بينا نروح ونخلص من الورطه دي قبل النهار ما يطلع. امسك النهار هيطلع وكمان هيشوفونا يكسوفي يكسوفي من المار والفرس الثاني يكسوفي. الجيران هيحسوا بكل حاجه، مش همك في الدنيا غير الجيران. انت عارفه النهارده لما هيطلع هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه العيد، ولادك هيعيدوا جوه الشقه كانهم في سجن. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. بالهنا والشفا يا ابني. يا بيه ده كان الاكل اللي كنا هنتعشى بيه. وبعدين بقى مالك انت يا جمالات اخلصي خالص. اسكتي. حق عليا يا استاذ مطرح ماسر يمري. شكرا. يلا عدي افتح لي ازازه حاجه ساعه. يلا افتح لي حاجه ساعه عشان يبقى بيها عشان نزل. يلا انت هتفضلوا واقفين كده كتير. كويس كده يا اخ محروس. ما تاخدوا لكم تصويره كده معايا وانا باكل. لولا ما انا كنت ما تقدر.
حق عليا. لا حاجة. لا ما تضرب صعيدي. خلاص. لما انا ما انطقش يا واحد. خلاص يا اخويا. لما انا جاي هنا عشان ابوك. يا اخويا عيل يا اخويا عيل وغلط. حق عليا. حق عليا. وعيب كده علاء. ما صحش ما تكلمش خالص عشان خاطري. طب لو سمحتوا بقى بحيث كده ممكن تخرجوا بره شويه عشان اعرف اكمل اكلي. وماله يا اخويا حتى بسطنا ليه الاكل كده وانت بتاكل؟ الاكل يترص يا زلمه. شفت ازاي؟ وينزل في بطنك كده بالسم الهاري. بس بسرعه قبل ما النار يطلع. انا عن نفسي ما ورايش اي حاجه. احنا ورانا بقى. يلا يلا يلا. يلا يا بابا. يلا ناخد المطبخ ده. خلص. يلا يلا علاء. يلا يلا علاء. حاضر يا ماما. يلا يلا يا حبيبتي يلا. ما تطلعيش. حاضر. عن اذنك يا سي محروس. اتفضلي. اصل مؤاخذة الاكل ده مزاج. انت هتفضل قاعدني تراخر يا برودك يا اخي. الميه. انا قلت حاجه ساعه. سلام سفره دايما يا جماعه. اكله حلوه قوي الواحد عايز ينام له بعدها ساعتين. انا نفسي انام شويه. يا سكه السراير من ايه تنام ده؟ ايه يالا استني شويه انت يا ماما. استني ايه يالا ده بقولك هينام. انتوا مالكوا عصبيين كده؟ سيبك منهم وكلمني انا. احنا هنلم لك شويه حاجات تاخدها كده من سكات وتنزل. لا من شاف ولا من دري. لا يا حلو انا مش موافق. مش موافق يا روح امك. مش ده طلبك يالا؟ ايوه بس سوري انا مش عايز حد يساعدني. ليه بقى؟ فهمنا. انا احب اشتغل بنزاهه وضمير. انا احب اكل لقمتي من عرق جبيني. انا ما احبش اي حد يساعدني في اي حاجه اسرقها. دي وصيه امي. برضو مش فاهمين يا سابق سنك. انا فاهمك يا مدام. انا عايزكم تختفوا من قدامي خالص وانا بقى اجمع كل الحاجات اللي انا عايز اسرقها وانزل بيها عشان احس بالتعب. يا عم انت طول احنا في الخدمه دايما. لا معلش انا متنازل عن خدماتكم بقى. ايه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب دلوقتي انكم تخشوا المطبخ وكانكم مش موجودين في الشقه وتقطعوا النفس ما اسمعش حس حد فيكم. وليه بس التعب ده يا اخ؟ لا انا عايز اتعلم السرقه على اصولها. ساعدوني ساعدوني ارجوكم ساعدوني عشان انجح في مهمتي ارجوكم. بقى يا ربي يا ربي يوم ما ترزقنا بحرامي تطلع لنا حرامي جاهل. انا كان نفسي ابقى حرامي محترف. احمدوا ربنا انه مش خطر كان خلص علينا. يا اخويا مش مهم يخلص علينا. انا كل اللي يهمني فضحتي قدام الجيران. عندك حق يا بابا. دلوقتي بقى اتفضلوا من غير ما تروح. ومش عايز يحس بوجودكم في الشقه عشان انا عامل لنفسي اختبار في السرقه. الامر لله. استنى انا لما اخلص خالص خالص هبقى ادهلكم. بس بسرعه. لا بسرعه ده ايه؟ لا ما تسربعنيش. السرقه دي اصلها لازم تتعمل بمزاج برواقه ولا انتوا هتخترعوا قانون السرقه على كيفكم بقى؟ بقول لك ايه يا محروس؟ ما تنقطنا بسكتك يا اخويا حرقت اعصابنا قبلها. يلا بينا على المطبخ. ايوه على المطبخ. اهم حاجه ان انا مش عايز احس بوجودكم في الشقه. انت محروس؟ نعم. اجي اساعدك؟ بعدين بقى في اليوم اللي مش فايش ده. بس يا جمالات. بس يا زفته. بس انت. بس انت. بقول لك ايه؟ نعم. انا دلوقتي هبدا عشان تبقى عارف تبقى معايا على الخط يعني. هبتدي بالتلفزيون الحلو الجميل ده اللي كان في الاوضه اللي احنا كنا قاعدين فيها. خد بالك حلو قوي. ما عندكوش دش؟ عندنا دوش يا اخويا. دش ايه؟ مش عايز اسمع لكم. حسوا كده زي ما اكون انا مش موجود خالص. انا عايز اسالك سؤال. ايه دي؟ دي بحط فيها العده انا واصحاب الحراميه جايين منها. يا طلباتك اوامر يا حرامي. الله يخليك. يلا يا اختي. يلا يا اختي. يلا 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 يلا. عيله ظريفه جدا. يلا Thank you.
استاذ عبد العزيز. عبد العزيز بيه، انتوا يا تلابله اللي جوه. صح الهيك. علاء عفاف، اصحي اصحي يلا يا اصحي يا ام النوم، انت يا ام النوم اصحي، الحرام عاوزنا. قومي يا علاء، يا قوم في اسمك كمان. خطر عاوزك ايه؟ يلا بس. لا لا، بنتعب بنتعب صحيح يا معقول يا ناس؟ شقى عمري يتاخد قدام عينيا واقف اتفرج. يا خبرك يا اخ محروس، انت هتاخد الحاجات دي كلها قطعيه واحده؟ انت مستكتره عليا حبه اجهزه كهربائيه. طب سؤال محيرني، سؤال سخيف، انت هتاخد الحاجات دي ازاي؟ بركه فيكوا بقى. يعني ايه؟ يعني عربيه نقل واحده تاخد الحاجات دي كلها؟ عربيه نقل حته واحده؟ لا، ما هو طبعا هياخد معاها ماطوره. وبعدين بقى الفجر قرب يطلع، يلا ندهولنا الشغاله خلوها تنزل تشوف لنا عربيه. شغاله ايه يا اخ محروس؟ استاذ محروس ارجوك حاول تفهمني، المفروض دلوقتي ان احنا في اسكندريه بنصيف، انما الواقع ان احنا هنا جوه الشقه. فسرها علينا، الهي استر عرضك. ايه ده؟ ايه ده؟ عايزين انا انزل ادور على العربيه السعادي؟ يا اخويا اتوكس، يعني احنا كنا خلفناك ونسيناك. طب والعامل بقى؟ تنزل انت تدور على العربيه بمعرفتك لا مؤاخذه. يا سلام يا اخويا، عشان انزل انا ادور على عربيه واطلع اجي ادخل الشقه ما تدخلنيش. ما نقدرش يا اخ محروس، لان اخلاق الاسره لا تسمح بكده خالص، لان حضرتك ممكن تقول للجيران ان احنا جواه هنا، فهتبقى فضحتنا بجلاجل، خصوصا قدام في ريالهم ما عرفوا على يد فرزتين. او ربنا. كلام معقول برضه. طب يلا خلصنا. طيب افتحوا لي بقى باب الشقه. ايه 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 ايه؟ نفتح لك باب الشقه، نفتح لك نافوخك. طب ودي فيها مشكله دي كمان؟ مشكله طبعا، ما احنا حاطين قفل على الباب من بره ومقفول. ايه؟ النهار مش فايت. طب انا هخرج ازاي كده؟ انا ممكن افتح لك القفل. ازاي يا شاب؟ مره اللي حطيته من سراع باب المطبخ. طيب زي ما قفلتيه افتحيه. بابا ايه عايزه منه؟ ايه فين المفتاح؟ افتح ايه؟ افتح القفل. قفل ايه؟ اللي على الباب. وانت جبت القفل ده منين؟ من درج المكتب بتاع حضرتك. وايه اللي خلاك فتحت درج مكتب حضرتك؟ الله يا عبد بلوات اتاب يا اخي، الله محروس قاعد معانا، احضرنا يا محروس. مين فيكم بقى اللي هيساعدني عشان ننزل الحاجات دي تحت؟ ها؟ طيب ماشي، تعال انت كلم عمك. انت اللي حاطط حاجه في ايدك انت. انت تنزل. لا هو ده. هو انزل معايا تحت بقى، وتقف معايا تستنى لغايه العربيه ما توصل، واخد الحاجه وامشي انا. الله، ما هو لازم حد من اصحاب الشقه يكون معايا تحت. انتوا ايه؟ عايزين حد من السكان يشوف معايا الحاجات دي يقول عليها حرامي ويتهمني بالسرقه؟ يعني انتوا يرضيكوا ان انا اخش السجن ظلم؟ لا يا اخويا ابدا، احنا ما رضيناش بكده ابدا. طيب امال ايه؟ يلا بينا. يلا علاء روح مع عمك. يلا يلا يا عم. يلا. ايه اسمها على دماغك؟ كنت حنسى. ايه ايه تاني؟ التلفزيون اللي في المطبخ. لا اخ محروس بلاش تلفزيون، عشان ده بتاع جمالات بتطبخ عليه. بتطبخ؟ ما هو ده اللي معطل عن شغل البيت. صحيح، ولا اقول لك خده؟ ثانيه واحده وراجع. اتفضل يا حبيبي براحتك. بقول لك ايه؟ الا ده؟ اشمعنى يعني؟ عشان ده بتاعك. بتاعك من ايه؟ انت عايز تسرقيني؟ انا برضو اللي بسرقك. اوعى يا جدع. اوعى اوعى من وشي. يا ويلي يا خرافي يا خرافي. شفتي؟ شفتي شقة عمري اللي داينتيني عليه اهو؟ هيضيع في الهوا. كاكاوة. اخوانا مش حد يساعدني. احنا في خدمتك يا حبيبي. يا سلام عليك، كريم من يومك.
ايه ده؟ انتوا كنتوا هتفتحوا معرض ادوات كهربائيه؟ قول لها يا ابني، قول لها ادم حرامي نطق. ايه 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 انت خايف ليه؟ هو كان في حرام وانت خدت منطقته؟ جايز ولسه قاعد على سنه حمايه. شو قاعد على الباب مش قدام عمال؟ واقف تحت عند العماره. وايه المطلوب مني؟ انا حاسه ان في حرامي جوه في شقه قمر. حرامي ايه بس؟ يا راجل يا راجل، دول جيراننا. اجري اجري يا راجل، شوف في ايه، اجري روح. راح فين؟ انا اللي افتح الباب. مين؟ انا افتح ساعات البيت. مساء الخير. مساء النور. انا اسف جدا اذا خدت صحيت حضرتك في وقت متاخر زي ده. خير يا سعاده الباشا؟ في بلاغ مقدم من السيد عبد العزيز الحنبلي بيقول ان في لسه موجود شقه عنده. بس اللي اعرفه انه مسافر اسكندريه، ثم ان لا مؤاخذه على باب الشقه قفل. ازاي كل الاستاذ عبد العزيز جوه وعلى باب الشقه قفل؟ ومش جايز يا حضرة الظابط يكون البلاغ كاذب؟ واحتمال يكون في حد موجود في الشقة جوه. طب انا هنزل معاك واضرب الجرس بنفسي عشان نشوف ايه اللي تحت. اتفضل معايا. اه صحيح يا بنتي، في حرامي بجد. مساء الخير يا استاذ عبد العزيز. عجبك اللي انت عملته ده؟ يا سعادة البي انا غلبان، انا اول مرة اسرق. انا لما دخلت الشقة كنت عايز انزل على طول، هما اللي مسكوا فيا وقعدوني. يا سعادة البي، يا سعادة البي دي عيلة مناخونية. انا طالع اسرق شقة في الدقي لقيتني في اسكندرية. تصدق بذمتك دي مش عيلة طرلالي؟ خلاص يا محروس، اتفضل يا استاذ ابو عزيز وقع هنا تحت امرك. ممكن اروح دلوقتي؟ اه طبعا، بس احب اقول لحضرتك نصيحه قبل ما تمشي. تحت امرك. التصرف اللي حضرتك عملته مش لازم يتكرر. المره دي جت سليمه والحرامي طلع مش محترف وجبان. واحد تاني كان عمل اللي هو عايزه. عموما ده درس مش هنساه. مع السلامه. سلام عليكم. مع الف سلامه. سمعت التريقة اللي تريقتها عليا في ريال ام عرف؟ سمعت يا استهان؟ ادتني كلام زي السم، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. يا شماتت نجاحة فيا، الحمد لله اني مش راجعه المدرسه تاني، والا كان زمان سيرتنا بقت على كل لسان. امي خدي خاطره بكلمتين. بعد ايه؟ مش هو اللي بلغ البوليس وهو اللي ورطنا الورطه دي؟ يا ماما احمد ربنا ان بابا عمل كده، ولا كنت عايز الحرام ياخد الحاجات ويمشي؟ بصراحه بقى يا استهاني سعلاء عنده حق. شوفوا انا مش هتحرك من هنا خالص عشان خاطر انا يا ماما. لا، هو اللي غلطان، هو اللي بلغ البوليس. ايه يا ماما؟ البيت ده خلاص ما عادش يتساح مني انا وامك. يعني ايه بقى؟ انا عملت المستحيل عشان اريحها وما ازعلهاش، وادي النتيجه. كنا هنتسرق عين عينك، خلت حته حرامي ما يسواش يتحكم فينا كلنا. يا بيه الست هاني ما كانتش تقصد. خلاص عليك يا عبد، خلاص وانت عليك، وهنت عليك العشره. انا اللي هانت عليا العشره يا قمر، ولا انت اللي حولت حياتنا كلنا الجحيم؟ يعني انا غلطانه بعد ده كله يا عبد؟ سامحيني يا ماما، الحقيقه بقى حضرتك اللي غلطانه. اشوف وشكم بخير. هتسيبنا يا بابا؟
اتصل بيك عشان اطمن عليك وعلاقتك. يا يا عبدو ارجوك ما تسيبناش. هو ده الحل الوحيد يا عمر. بس قبل ما امشي عاوز اقول لك كلمه كان نفسي اقولها لك من زمان، بس كنت بحوش نفسي عشان خاطر العيال. لكن بعد الموقف اللي انت حطيتينا فيه والورطه اللي انت ورطتيني فيها هقولها لك وانا ضميري مستريح. قمر لا يا رب. لا عشان خاطرنا احنا ما تقولهاش. يبقى لازم اسيب البيت وامشي. سامح حقك عليا يا عبد. ده فيلم قديم شفته من زمان. لا ربنا ده أول قطفة أول مرة تشوفه. ما بقيتش أثق فيك يا عمر. طب جربني يا عبد اديني فرصة تاني. خلاص ما عدتيش تتشكلي مع الجيران. خلاص يا عبد. هتعيش على قد مرتبي؟ أمر لله عيش يا عبد. هتبطل الفشخرة والمظاهر الكذابة اللي انت بتعمليها؟ حاجة على نفسي وابطل يا عبدو. اعتبر ده وعد. وعد شرف يا عبدو. انا من هنا ورايح هكون زوجة صالحة وام مثالية واخد الجايزة في عيد الام. يعني ان شاء الله ما هو عيد الام قرب يا عبدو. ان شاء الله ان شاء الله. طب يلا يا اولاد حضروا هدومكم والبسوا. هروح سيما يا عبدو؟ سيمة ايه؟ اصلا لقيت 1000 جنيه في مكتبي كنت شايلهم لوقت عوزة، قلت نسافر بيهم اسكندرية نتفسح على قدنا. اسكندرية! يعيش عبدو يعيش عبدو يعيش عبدو يعيش عبدو يعيش عبدو يعيش عبدو. بيت يا جمالات وابدي عليها وروح بلغوا المنطقه كلها ان احنا رايحين اسكندريه وبلغوا اول واحده فريال ام عرف وعنايات فرز تاني قولوا لهم ان احنا رايحين اسكندريه تاني تاني. لا لا خلاص يعني هتعود خلاص بقى خلاص. بقول لك ايه يا عمر؟ قول يا عيون. عاوز اسالك سؤال كده محيرني من زمان. اسال. الرملة الكتيرة اللي جبتيها دي جبتيها منين؟ احضرني بقى يا عبدو. حضرتك كتير يا عمر. اخر حضرة يا عبدو. اخر حضرة؟ هو شوف بقى هو بصراحة بقى الكذب خيبة يعني. انا ايه انا كنت ناوية اغير الحمام بتاعنا. وبعدين ايه قلت ايه بدل ما اهد وهبقى كركبة اهد الشقة كلها تبقى كركبة في المرة. يلا بس خلاص احضريني يا عمر. يا عيون قمر انا نازل اقعد مع ابويا على القهوه. لا يا عبدو انا اللي هجيب لك ابوك يقعد معانا هنا في عشنا يا عبدو. I love you. I love you too.